السلام عليكم يا شباب، معانا أول فيديو من الفيديوهات اللي احنا هنتكلم فيها على العملي. أنا هبدأ العملي بإن احنا نتكلم على الأجزاء اللي موجودة معاك في الأطلس. حاول بقدر الإمكان إن أنا أشرح الصور سواء كانت متاخدة من الأطلس أو كانت صور فليشي أو موديلز أو حتى صور جرات. فأنا نظامي إزاي، هبدأ الأول أكلمكم عن العضلات، مراجعة سريعة عن كل اللي احنا خدناه قبل كده من العضلات اللي احنا نحتاجها في حوالي أول تقريبا دقيقة من الفيديو، العضلات اللي أنا هحتاجها في الفيديو ده. وبعد كده هبدأ أوريكوا الصورة اللي متاخدة من الأطلس، هحطها قدامي وأشرح لكم العضلات واحدة واحدة عليه. وبعد كده لو كان في صورة موازية لها فليشي متاخدة من جثة هتكلم عنها. بعد كده لو لها صورة في الجرات هتكلم عنها. أوكي، يعني الله المستعان، ويعني ربنا يسهل والموضوع ده يكون مناسب لكم ويعجبكم. بصوا معايا كده، احنا اول ما بدأنا في البيكتورال ريجون كنا بنقول ان احنا في عندنا عضلة ضخمة وعريضة في البيكتورال ريجون قدام، كنا بنسميها البيكتوراليز ميجور. كنت لما بشيل البيكتوراليز ميجور كده بلاقي في تحتها عضلتين بيكتوراليز ماينور تمسك في الكراكويد بروسيس، وعضلة فوق اسمها السب كليفيس تحت الكلافيكل. اوكي، ما بين السب كليفيس وما بين البيكتوراليز ماينور كان بيبقى في عندي حاجة اسمها الكلافي بيكتورال فاشيا. كويس، وبعدين بيصل ما بين البكتوراليز ماينور والاكزيلا سسبنسوري ليجامنت الاكزيلا. كنا بنقول ان الكلافي بيكتورال فاشيا ديت بيخترقها اربع حاجات بهذا الشكل. انا محتاج منهم حاجتين بالنسبه للفيديوهات اللي عندنا، فين اسمه الفين اللي هو اسمه الكيفاليك فين، وكمان الثوراكو اكروميال ارتري. كويس، فين وارتري اللي انا محتاجهم في الوضع الحالي. كويس، بعد كده انا عاوز اتكلم بقى عن بقيه العضلات. فعندي مثلا عضله كانت بتمثل الميديال وول بالنسبه للاجزيلا، كنا بنسميها السيريتس انتيرير، كانت بتطلع من الريبس كده بحز مشرشر محدحد زي ما انتم شايفين كده. بعد كده في عندي عضله كانت بتمثل الشولدر كونتور، كنا بنسميها الدلتويد ماسل كونتور اوف ذا شولدر جوينت. اللي فاكر الدلتويد ماسل كنا بنقول ان في اوبوزيت للدلتويد ماسل للاوريجن بتاع الدلتويد في عندي انسرشن لعضله ثانيه. بصوا كده، لو اعتبرت معايا ان دي الدلتويد ماسل الاوريجين بتاعها اللي كانت طالعه من اللور بوردر اوف السباين اوف ذا سكابيولا، وكانت بتطلع من الانتيرير سيرفيس اوف ذا لاترال وان ثيرد اوف ذا كلافيكل، ده لو قلنا ان ده الاوريجين. كان في انسرشن للعضله المثلثه الضخمه اللي عندنا دي اللي احنا كنا بنسميها الترابيزيوس ماسل. كويس، بمناسبه الترابيزيوس ماسل، الترابيزيوس ماسل كان في معاها في الماسلز اوف ذا باك اوف سوبرفيشال جروب اوف ماسلز عضله اسمها اللاتسموس دورزاي. اللاتسموس دورزاي ماسل واحدة من العضل من العضلات اللي احنا بناخدها في الماسلز اوف ذا باك. بمناسبة اللاتسموس دورزاي، لو حد فاكر اللاتسموس دورزاي دي ذكرناها مرة تانية لما كنا بنتكلم على البوستيرير وول اوف ذا اكزيلا. كنا بنقول ان البوستيرير وول اوف ذا اكزيلا بيتكون بالسب كليفيس والتيريز ميجور واللاتسموس دورزاي. اللاتسموس دورزاي كنا بنقول انها من مجموعة العضلات اللي كانوا بيمسكوا في البايسيبيتال جروف. كان عندك التيريز ميجور كانت بتمسك في الميديال ليب، واللاتسموس دورزاي كانت بتمسك في الفلور بتاعه، وكانت العضلة الكبيرة اللي احنا اتكلمنا عنها اللي اسمها البكتوريليز ميجور كانت بتمسك في اللاترال ليب اوف بايسيبيتال جروف. طيب بعد كده عايز اتكلم عن عضلات موجودة في الابر بورت اوف ذا ار، طالعة من الكراكيال بروسيس وراح تمسك في الار، اسمها كوراكو براكياليز، هي العضلة اللي انا ماشي عليها بايدي دي. عندي عضلة ذات رأسين كده اسمها البايسبس بريكيوي، واحدة ماسكة مع الكوراكو براكياليز والتانية طالعة من السوبراجلينويد تيوبركل. لما اشيل البايسبس بريكيوي بتظهر عندي العضلة الصغيرة اللي تحت دي اللي اسمها البراكياليز ماسل. بكده انا خلصت تقريبا العضلات اللي انا محتاجها عشان اتكلم عنها في اول فيديو موجود عندنا. تعالوا كده بقى نتكلم على اول صورة من الصور اللي موجودة في الاطلس. خلونا نكبر عليها. دي الصورة الأولى في الأطلس عندنا. أوكي، شايفين العضلة الضخمة اللي موجودة قدامنا دي كده؟ هي نفسها العضلة اللي احنا كنا بنقول عليها البيكتوراليز ميجور. العضلة دي هي دي البيكتوراليز ميجور يا جماعة. أوكي، طب شايفين العضلة اللي عاملة الكونتور وبالشولدر جوينت رقم واحد دي؟ دي الدلتويد ماسل. اوكي، طيب بص معايا كده، بالنسبه للعضله اللي اسمها البكتوراليز ميجور،
البيكتوراليز ميجر كانت بتطلع بثلاثة هيدز على حسب ما هي مرسومة هنا، وكان في كتاب النظر عندها تو هيدز، بتطلع بكلافيكولار هيد اللي هي رقم A، وبتطلع بسترنال هيد رقم B، وبتاخد جزء من الابدومينال ماسلز، جزء من الريكتس ابدومينس ماسل، بتدي هيد لها الهيد رقم C، فبيسموها الابدومينال هيد. اوكي طيب بص، في عندي عضلة مشرشرة كده رقم 4، هي العضلة المحززة دي كده اللي كانت بتمثل الميديال وول اوف ذا اكزيلا، العضلة رقم 4 دي السيريتس انتيريور. طيب العضلة رقم 3، وان كانت العضلة دي صعب انها تيجي لانها مش كاملة، بس بص دي بتمثل جزء من البوستيرير وول اوف ذا اكزيلا وموجودة في الباك من الماسلز اوف ذا باك، العضلة دي هي لاتسموس دورزاي، العضلة رقم 3. اوكي طيب بص كده معايا، رقم 12 ده ايه؟ دي الاسترنال. طب رقم 11 دي ايه؟ دي الكلافيكل. طيب مش انا قلت ان رقم واحد عندنا دي الدلتويد؟ فاكرين كنت بقول ان الاوريجين اوف ذا دلتويد بيماثل الانسيرشن بتاع عضله اخرى موجوده في المسلز اوف ذا باك، هي العضله رقم 8 اللي كان الانسيرشن بتاع الاوريجين بتاع الدلتويد بيماثل الانسيرشن بتاعها، يبقى العضله رقم 8 ديت هي الترابيزيوس مسل. طيب طبعا في عندي بقى في منطقة الأرم دي، في عندي العضلة رقم 2، العضلة رقم 2 هي العضلة الكبيرة في الأرم اللي موجودة على الأنتيريور سيرفس أوف ذا أرم اللي لها تو هيدز A و B، يبقى دي البايسبس بريكياي. طيب العضلة البايسبس بريكياي أنه هيد منهم A هي الميديال ولا B هي اللاترال، نعرفهم إزاي؟ أنت نسيت وتايه في الامتحان، تعرف أي هيد منهم هي الميديال وأي هيد منهم هي اللاترال إزاي؟ قالك بص افتكر ان اللونج هيد لاترال، يبقى اي دي اللاترال هيد وبي هي الميديال هيد. كويس في عندي بقى شويه عضلات بذاكرهم هنا، بس طبعا انتم المفروض ان هم ما يكونوش موجودين عليكم لانهم مش موجودين في كتابكم، انا هقولهم، عايز تعرفهم اعرفهم، مش عايز تعرفهم ما تعرفهمش. العضله رقم 10 اسمها الاسترنوماستويد ماسل، ترى من الاسترنم يعني بتصل ما بين الاسترنم وجزء من الكلافيكل ومع بوم في السكال اسمها الماستويد بوم، دي مش عليك طبعا. العضله رقم 9 اسمها الاومو هايويد، اومو هايويد مش عليكم برضو، الاومو هايويد صعب جدا انه يجيبها لكم في الامتحان. في عندك مثلا العضله رقم 5 دي، العضله رقم 5 اسمها الاكسترنال اوبليك، ذكرنا الاكسترنال اوبليك لما كنت بتكلم على الجوينال ليجامنت، الاكسترنال اوبليك واحده من العضلات اوف ذا ابدومن، انت ما عليكش ابدومن فصعب انه يجيب لك العضله رقم 5 عشان تقول الاكسترنال اوبليك ويسيب بقيه المسلز كلها. طيب بص معايا كده رقم 7، بص ده جروف ما بين العضلتين دول، ما بين البكتوراليز ميجور وما بين الدلتويد ماسل، فيسموه ايه؟ يسموه كلافي بيكتورال جروف. الكلافي بيكتورال جروف بيخترقه فين وبيطلع منه ارتري، اللي الفين اللي بيخترقه هو الكيفاليك فين اللي هيدخل عشان يخترق الكلافي بيكتورال فاشيا. اللي فاكر انا لسه قايل دلوقتي ان عندي الكلافي بيكتورال فاشيا اللي كانت ما بين البكتوراليز ماينور وما بين السبكليفيس كان بيخترقها فين وارتري، اتكلمت عنهم، قلت عندك الكيفاليك فين بيخترقها والثراك اكروميال ارتري، الفين اللي داخل ده هو هو الكيفاليك فين او السيفاليك فين، والارتري اللي خارج هي برانشات الثراكو اكروميال ارتري. طيب بص للصوره الثانيه، طبعا انا كنت بتكلم دلوقتي في صفحه 14، انا عايز اتكلم على الصوره الثانيه اللي في صفحه 15. بص كده، بص معايا كده على الصوره اللي في صفحه 15 دي كده، انا كده شلت البكتوراليز ميجور عشان ابين المنطقه اللي تحتها، فبص كده العضله رقم 3 اللي هنا دي والجزء الصغير منها ده كده، العضله رقم 3 دي البكتوراليز ميجور كات مقطوعه عشان يوريني المنطقه اللي تحتها. المنطقه اللي تحتها طبعا بيبين لي الفشه وهي بتغطي الماسلز اللي في المنطقه اللي تحتها كلها، فطبعا هيبقى عندي العضله رقم 4 دي كده دي البكتوراليز ماينور. اوكي طيب شايفين العضله رقم 5 دي السبكليفيوس انفستد باي فاشيا، انت لما تتكلم عن اي عضله هتقول البكتوراليز ماينور كفرد باي فاشيا، 5 هي تحت الكلافيكل السبكليفيوس كفرد باي فاشيا برضه. طيب ما بينهم الكلافي بيكتورال فاشيا، طيب هو معلم لي عليها برقم 9 ومسمي لي الكلافي بيكتورال فاشيا باسم تاني غير اسم كلافي بيكتورال فاشيا. بصوا يا جماعه، هي الكلافي بيكتورال فاشيا متصله من فوق بالسبكليفيوس وتحت بالبكتوراليز ماينور، فبنقول عليها كلافي بيكتورال. طب ما احنا ممكن نسميها باسم الميديال واللاترال اندز بتاعتها، مش هي متصله بالكوستو اللي هي متصله بالريبس على الميديال سايد ومتصله
على lateral side بالكوراكويد بروسيس، فممكن تسموها كوستو كوراكويد ممبرين. كوستو كوستو يعني من الريبس، وكوراكويد يعني رايح الكوراكويد بروسيس، تسميها كوستو كوراكويد ممبرين. طيب طبعا الابر جزء الابر بارت بتاعها ليجامنت بيبقى ثيكند شويه كده، فبيسموه الكوستو كوراكويد ليجامنت. كويس، يبقى عندنا 8 كوستو كوراكويد ليجامنت و9 كوستو كوراكويد ممبرين ما بين الكوستس اللي هي الريبس والكوراكويد بروسيس. طيب بص كده عندي الرقم رقم 13 الجزء اللي تحت ده 13، مش عارف اذا كان ظاهر عندكم ولا لا. الرقم رقم 13 ده مخ بيخطط العضله المحززه اللي انت بتقول بتمثل الميديال وول اوف اكزيلا. صعب ان هو يجي بس مش مستحيل، باين قوي انها يعني الى حد ما باين ان هي محززه، حتى الصوره هتبقى اكبر ومكبره عندكم في الامتحان. فالعضله دي السيريتس انتيريور، ورا السيريتس انتيريور في الوستيريور سيرفيس رقم 14 التي اسمها الدورزاي. طيب تعالوا بقى نطلع نشوف كده العضله رقم واحد دي اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي عامله الكونتور اوف ذا شولدر جوينت. العضله دي الدلتويد مصل. طيب مقابل الاوريجين اوف دلتويد الانسرشن بتاع العضله رقم 11 الترابيزيوس مصل. طب بص معايا على العضله رقم 2، قلنا العضله رقم 2 هي العضله ذات الراسين اللي موجوده في الانتيريور بارت اوف ذا شولدر ريجن او في الارم ريجن، ده البايسبس براكيا رقم 2. طيب بص كده الجزء رقم 15، رقم 15 اللي انا بشاور عليه ده، رقم 15 ده، رقم 15 ده بيشاور على الشورت هيد اوف بايسبس، ويشاور جنبها على الكوراكو براكياليز مصر. فهو قال لك طب ما احنا نجمعهم هما الاثنين بانفستنج فاشيه، فاشيه للارم نسميها البريكيا الفاشيه المغطيه للبايسبس براكياي والكوراكو براكياليز مصر. في عندي رقم 7، 7 ده ليجامنت، طبعا هو مش موجود عندك في الكتاب بس ممكن نعرف. بص هو طالع من الريب ورايح يمسك في الكلافيكل، فاسمه كوستو كلافيكولار ليجامنت، كوستو كلافيكولار ليجامنت ما بين الكوست اللي هو الريب والكلافيكولار بورت. كويس، نعيد تاني الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي. 6 دي الكوراكوي بروسيس، ماسك فيها العضله رقم 4 دي اللي هي البيكتوراليز ماينور. طيب عندي 5 دي السب كليفيس وحواليها الفاشيه بتاعتها، ما بينهم الكلافي بيكتور الفاشي، ممكن نسميها باسم تاني ليجامنت نقول او ممبرين نقول عليها كوستو كوراكويد ممبرين ما بين الكوستس والكوراكويد، كوستو كوراكويد ممبرين. طيب بتعمل ثيكننج فوق كده الرقم 8 فيبقى تحول من ممبرين الى ليجامنت، نسميها كوستو كوراكويد ليجامنت. 7 ده كوستو كلافيكولار ليجامنت ما بين الكوست والكلافيكل. طيب رقم 1 دي الدلتويد مصل بتقابل الانسيرشن بتاع العضله رقم 11 اللي جاي من فوق اللي اسمها الترابيزيوس. طيب لما ننزل تحت نلاقي عندنا العضله رقم 2 البايسبس بريكياي، جنبها البريكيا الفاشيه اللي بتغطي البايسبس والكوراكو براكياليز. طيب في عندي رقم 13 العضله المحززه دي اللي اسمها لاتيسموس دورزاي، و14 سوري 13 هي السيريتس انتيرور و14 اللاتيسموس دورزاي. فاضل عندي رقم 10 ده السسبنسوري ليجامنت اوف اكزيلا اللي كان بيصل ما بين البكتوراليز ماينور والاكزيلاري ريجن. كويس، بقيه الماسلز اللي فوق زي 12 دي مش عليكم طبعا يا جماعه، دي الاوموهايويد ومش عليكم خالص. طيب ارجع معايا لصفحه 14 تاني، عاوز اوريك الفليشي بارت. طبعا في الفليشي بارت انا هتكلم على الماسلز اللي ظهر قدامي في الفليشي بارت ده، تعالوا كده نشوفهم ماسل معانا. اول مصل موجوده معانا في الفليشي بارت زي ما انتم شايفين كده، انا قاطع البكتوراليز ميجور رقم 9 دي البكتوراليز ميجور مقطوعه. كويس، فدي 9 دي البكتوراليز ميجور كات، تحتها ظهر قدامي ايه رقم 2 دي البكتوراليز ماينور، رايح تمسك في الكوراكويد بروسيس. فلو قلت لك العضله رقم 8 اللي خارجه من الكوراكويد بروسيس ورايحه للارم تبقى كوراكو براكياليس، هي العضله رقم 8 دي كده، العضلة دي كوراكو براكيالس. طيب مش دي البكتوراليز ماينور؟ طيب في عضلة تحت الكلافيك اللي فوق هناك اهيت، تبقى اسمها ايه؟ السب كليفيس اللي مشار اليها برقم 3، يبقى العضلة رقم 3 دي السب كليفيس مصر. طيب دي السب كليفيس تحت رقم 6، 6 هي الكلافيكل.
طيب تعالوا نبص كده للشولدر ريجن، 7 الدلتويد ماسل. طب بص معايا كده للرقم 12 دي، 12 دي العضلة ذات الرأسين، ادا الشورت هيد وادا اللونج هيد، يبقى العضلة دي هي البايسبس. طيب لما اشيل البايسبس مش هتظهر عندي عضلة على اللور بارت اوف ارم تحتها اللي هي رقم 13 دي البراكياليز. انت فاكرين كنت بقول ان انا لما بشيل البايسبس تظهر عندي عضلة تحتها بنقول عليها البراكياليز ماسل. بص معايا كده، كنت بقول ان انا لما اشيل البايسبس تظهر عندي البراكياليز ماسل تحتها. طيب في وراهم عضلة رقم 14 اللي موجودة على البوستيريور سيرفيس اوف ذا ارم، العضلة رقم 14 دي هي الترايسبس بريكيور. في عندي بقى عضلتين تحت كده صغيرين، المفروض ان هما ما يكونوش موجودين وصعب وشبه مستحيل ان هما يجوا، بس انا برضه هعرفهم للناس وهعرف ازاي الناس لو جالهم الجزء ده في الامتحان يعرفوه. بصوا كده في الجروب اوف ماسلز اللي كانت على الاكستنسور ماسلز اللي كانت على البوستيريور سيرفيس اوف ذا فور ارم، كنا بنقول تبدأ بالكوراكو براكياليس، بعد الكوراكو براكياليس بيجي الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس، اكستنسور كاربي رادياليس بريفس، اخر عضله من الناحيه الثانيه اكستنسور كاربي النارز. ما بين الاثنين كان بتظهر عندي الاكستنسور ديجيتورم والاكستنسور ديجيتي مينيم بهذا الشكل. طيب ايه بقى العضلتين دول؟ دول اول عضلتين في الجروب دي. ايه اول عضلتين في الجروب دي؟ احنا اتكلمنا عنهم بريكيو راديالس، طبعا من البريكيوم ده الراديوس، وبعدها تظهر عندنا العضله اللي اسمها الاكستنسور كاربي راديالس لونجس، البريدس مش موجود عندنا. بصوا كده هما العضلتين اللي موجودين عندنا تحت دول اللي هما رقم 19 و 20. 19 هي الكوراكو البريكيو راديالس، و20 هي الاكستنسور كاربي راديالس لونجس. هيظهر عندي بقى مجموعة من المسلز أنا ما اتكلمتش عنها دلوقتي وتجنبت إني أتكلم عنها، زي رقم 10 و11 دول انتر كوستال مسلز، يعني مسلز ما بين الكوستس ما بين الريبس، اكسترنال انتر كوستال رقم 10 و11 انترنال انتر كوستال، طبعا مش تبعك. عندك مثلا العضلة رقم 16 الاكسترنال اوبليك، اتكلمت معاكم عنها قبل كده، الاكسترنال اوبليك بتنتهي بفلات تندون كنا بنقول عليه اكسترنال اوبليك ابونيروزس رقم 17. طب رقم 18 دي العضلة اللي تبقى عند الشباب اللي بيعملوا السكس باكس، اسمها ايه؟ اسمها الريكتس ابدومينس مصر. ما علينا، مثلا عندك العضله رقم 4 دي اتكلمت عنها وقلت اسمها ستيرنو كليدو ماستويد، طالعه من الاسترنم والكلافيكل ورايحه للماستويد في السكال. العضله رقم 5 دي الامو هايود، كل العضلات دي مش تبعكم، الجزء اللي انا سبته في الاخر ده مش تبعكم. اتمنى يكون الفيديو الاول استفدتوا منه، واشوفكم بخير في فيديو جاي. سلام عليكم.